بأمانة ربي أنا أكثر حد يكلموني فانز يقولوا لي مثلا فلان تكلم نيفر أدخل وأشوف، عندي من البلادة اللي التمساح يغار مني فيها. دي مش أول مرة يعلقوا على ملابسك. بالعافية، خلي اللي يعلق، خلي الناس تفرغ شحنتها، تفرغها معاي ما عندي مشكلة. بالآخر في نتيجة، أنا وين رحت وين حروح، ما هي النهايات، العبرة في الخواتيم يا حبيبتي، صح ولا لا؟ أنا لبسي. طب اشمعنى أنت اللي بيهاجموكي على لبسك دايما؟ عشان الوحيدة اللي تلبس بالعلن. بيلبسوا بيلبسوا أندر تيبل، إيه الكل أنا شايفتهم في الحفلات، وشايفتهم في الحفلات الخاصة، وشايفتهم في الاجتماعات الخاصة. أقسم بربي يلبسون لبس أنا أتفضع منه، مستحيل أصدق، أوكي؟ ولما يطلعون كيف كذلك كان الوطن نعن انه لا 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 لا, لا, لا ولا القصص ممكن ده يكون احترام للاخر مش لا ملوش دعوه باحترام الاخر، هذه الدعاء المثاليه. لا ما ممكن هم بيلبسوا كده في العلن عشان يحترموا الناس، ملوش دعوه ايش دخل ان الانسان يلبس حر بالفاشن ويتفرج على نفسه بالمرايه وطالع حلو وطالع ليدي وطالع مرأة. ليه لابسه انت تدخلي كل بيت في العالم العربي؟ وش سويت لما دخلت؟ اخذت معي سنفيران؟ لا دخلتي مرة بكليب في خمرة وفي في قمار ولابسة ملابس نوم. فين؟ في الكليب. أيوة هذا يتكلم عن قصة مرأة استغلها زوجها في سبيل أنه يصرف على القمار وعلى المشروب وعلى أصحابها. ما كانش حقيقة ما كانش ينفع تلبسي إلا ملابس نوم؟ واحدة في بيتها شو المفروض أني أطلعها؟ أنت مش في بيتك، أنت في بيت كل حد، أنت دخلتي بيوت ناس. هو على فكرة أنت تتكلم بمثالية غير موجودة. لا لا أنا هنا عشان أمثل الناس. سؤال، أنا بديكي لما تطلعي تمثلي بكرة أنت كإعلامية، أنت كعيشة وفي مصر انعرض عليكي عمل فني وفي أنت دور زوجة والزوجة في بيتها وفي غرفة نومها مستنية زوجها، إيش تلبس في غرفة النوم؟ تلبس كيس رز؟ لا ممكن تلبس ملابس نوم بس ما تكونش كده. ليه؟ لا ما تكونش مفضوحة. لا يا حبيبتي لا لا ولابسة قميص نوم ولابسة عريان، وشو المشكلة؟ أنا لابسة قميص نوم في الكليب حقي، أنا كليبي قميصي أنا، شو المشكلة؟ أنا ماني فاهمة. بروبلم وينه؟